وفي هذا الشأن أكد السيد محمد يوسف البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين في نشرة سابقة، أكد أن حصول مطار البحرين على تصنيف الخمس نجوم لعامين متتاليين هو تأكيد على الحرص في استمرارية مطار البحرين الدولي في تقديم خدماته وفقا لأعلى المعايير الدولية والممارسات العالمية. يشكل التقييم بدون شك إنجاز بارز على الصعيد الوطني، لأن قطاع النقل الجوي يعد ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، نعم، ومحور رئيسي وحيوي من محاور التنمية وبرنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نعم. ولا شك أن حصول المطار على تصنيف الخمس نجوم لعامين متتاليين هو إنجاز في حد ذاته. فتعد سكاي تراكس هي الهيئة التقييم العالمية المتخصصة في مجال تقييم المطارات وشركات الطيران، ويعد كذلك تأكيد على استمرار المطار في تقديم خدمات وفقا لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا القطاع. ولذلك اليوم البحرين تتمتع بميناء جوي ذو مكانة مرموقة ضمن مصاف أرقى المطارات العالمية، اللي نأمل أن يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الشحن الجوي والخدمات اللوجستية. ولذلك يعكس هذا الإنجاز الجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لفريق شركة مطار البحرين ولجميع الشركاء الاستراتيجيين ومقدمي الخدمات ضمن فريق البحرين. نعم. ولذلك تسعى كل هذه الأطراف جاهدة لتطبيق أعلى المعايير وتقديم خدمات رفيعة المستوى لجميع ضيوف مطار البحرين الدولي.